شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام نعيش على أعتاب ذكرى وفاة إمام من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ألا وهو الإمام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة نتحدث حول بعض من معالم الخط الفقهي الذي نماه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الصادق ما إلى خط خاص به كشخص، وإنما نمى ذات الخط الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووالئ أناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. قبل أن ندخل في هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى أن فضل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من الناحية الفقهية لا يختص بنا نحن الذين مشينا على خط أهل البيت وركبنا السفينة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا الفضل كما يشملنا نحن يشمل الطوائف والمذاهب الأخرى. كيف؟ إن تلاحظوا هذه النقطة أن البنية
العلمية لكل شخص عادة تتكون عبر أستاذه. طبعاً هنالك نوابغ، النوابغ لا كلام فيهم، ولكن بمقتضى العادة البنية العلمية الكيان العلمي لكل شخص يكونه أستاذه. هذا المطلب يأتي في البنية العلمية ويأتي في البنية الأخلاقية ويأتي في البنية الاجتماعية. الشاعر يقول ما معناه: لا تطوي هذه المراحل بدون أن يكون معك الخضر، لأن هذه عوالم الظلمات، وإذا لم يكن معك الخضر فإنك سوف تتيه في هذه الظلمات. السائر في طريق الله يحتاج إلى خضر، هذا الخضر يعلمه المعاطب والمهالك ويعلمه كيف يسلك وكيف ينجو وكيف يصل إلى نهاية المطاف. من الناحية العلمية أيضاً، كما في الجوانب الأخلاقية، الإنسان بأستاذه. الأستاذ هو الذي يشكل الكيان العلمي للتلميذ. نأتي إلى المذاهب الأربعة. أبو حنيفة تلميذ من تلامذة الإمام الصادق. القدر الذي عنده من العلم إنما اقتبسه من الإمام الصادق، وهو يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. النعمان اسم أبو حنيفة. إذا ما كان يتتلمذ سنتين على يدي الإمام الصادق لهلك النعمان. مالك إمام المالكية تلميذ من تلامذة الإمام الصادق. الشافعي إمام الشافعية تلميذ من تلامذة مالك، الذي يعتبر مالك تلميذاً من تلامذة الإمام الصادق. إذن الشافعي أيضاً تلميذ، ولكن بواسطة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وأحمد بن حنبل تلميذ من تلامذة الشافعي، الذي هو تلميذ من تلامذة مالك، الذي هو تلميذ من تلامذة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فكل المذاهب مدينة بما لديها، هذا القدر الذي لديها، كلها مدينة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الفضل الذي لنا النصيب الأوفى منه، لأننا اتبعنا الإمام الصادق صلوات الله عليه في كل ما يقول، هذا الفضل لا يختص بنا، وإنما يشمل بقدر أو بآخر بقية الطوائف. هذا الخط الفقهي الذي غذاه الإمام الصادق ونماه الإمام الصادق ورعاه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، له مجموعة من المعالم. أنا أشير باختصار إلى بعض هذه المعالم.
إحدى هذه المعالم ديمومة حركة الاجتهاد، خط الفقاهة وخط الاجتهاد في فكر الإمام الصادق وفي منهج الإمام الصادق الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحركة حركة دائمة. هذه نقطة نختلف فيها مع الآخرين. نحن نعتقد تبعاً لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن باب الاجتهاد مفتوح. ليش باب الاجتهاد مفتوح؟ لأن إحنا عندنا قواعد كلية ثابتة وعندنا جزئيات خارجية متحركة. هذه الكليات الثابتة مثبتة في القرآن الكريم ومثبتة في السنة النبوية المطهرة، ولكن نحتاج إلى تطبيق هذه القواعد الثابتة على تلك الجزئيات المتحركة. مثلاً أنا أمثل مثال لكي يتبين كيف أن خط الاجتهاد يجب أن يكون ثابتاً ودائماً. التبغ كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما كان. التبغ شيء مستحدث. زين، في ذلك الصدر الأول قبل 1000 عام كان هنالك مجتهد اسمه فلان. هل إذا أغلقنا باب الاجتهاد هل يمكن أن نعرف حكم التبغ؟ كيف نطبق القوانين الثابتة على هذا الجزئي المتجدد؟ هل يشمل التبغ قانون جعل لكم ما في الأرض جميعا؟ أو يشمله قانون لا ضرر ولا ضرار؟ يا قانون يشمله أحل لكم أو لا ضرر ولا ضرار؟ هذا حاكم على ذلك القانون أو ذاك حاكم على هذا القانون؟ المجتهد الذي كان قبل 1000 عام أو قبل 1200 عام كيف يستطيع أن يحدد لنا هذا الجزئي؟ لذلك إذا أغلقنا باب الاجتهاد ماذا نعمل؟ لا يمكن أن نعمل بكتاب الموطأ، لأن كتاب الموطأ كان يعيش تلك الأجواء وذلك العهد، ما كان هنالك تبغ، لم يكن هنالك عقد التأمين، لم تكن هذه المعاملات المتحركة. عقد التأمين ما كان في ذلك الوقت عقد متجدد. زين، هل يمكن أن نستخرج من كتاب الموطأ حكم التأمين؟ لا. هذه البنوك ما كانت في ذلك الوقت بصيغتها الحالية، كيف نستخرج هذا الحكم من هذه الكتب التي دونت قبل 1000 عام؟ لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وبالذات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شجع حركة الاجتهاد. الإمام صلوات الله عليه الإمام الصادق يقول: إنما علينا الأصول وعليكم التفريع. حكم التبغ تفريع، من الذي يقوم به؟ الفقيه الجامع للشرائط. حكم التأمين من الذي يعينه؟ الفقيه الجامع للشرائط. إنما علينا الأصول
وعليكم التفريق. ويقول الإمام الصادق صلوات الله عليه، شوف التشويق والتشجيع، يقول لأبان، أبان واحد من أصحابه: يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس فتيا، مو نقل حكم فقط، لأن أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم بتشويق الأئمة، مو كل واحد، الذين كانت لهم خبروية، كانت لهم قاعدة علمية، كانوا يجتهدون في الأحكام الشرعية. عندما ذلك الرجل، ما أدري أبو حنيفة كان أو ابن أبي ليلى، يأتي إلى محمد بن مسلم في تلك القضية، عندما جاءه الخصوم ما عرف شنو يجاوب، فقال: إني أجد في بطني غمزا ولمزا، راح إلى باب محمد بن مسلم: ما تقول في هذه القضية؟ قال: أما هذه القضية بالذات حول قضية الجارية فلا علم لي بها، ولكن سمعت مولاي جعفر بن محمد الصادق صلوات الله، وسلامه عليه، يقول: كل ما زاد أو نقص في أصل الخلقة فهو عيب. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ينقل هذه الرواية في المكاسب، فنطبق هذا الكلي على هذا المصداق. هذا التطبيق هو معناه عملية الاجتهاد. من معالم الخط الفقهي للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ديمومة حركة الاجتهاد، والذين أغلقوا على أنفسهم باب الاجتهاد أخذوا يدركون أنهم أخطأوا في ذلك. الآن الدعوات ترتفع من هنا وهنالك، يجب أن نرجع إلى منهج الإمام الصادق في فتح باب الاجتهاد. هذه نقطة، ديمومة حركة الاجتهاد. النقطة الثانية، تأطير حركة الاجتهاد. حركة الاجتهاد يجب أن تكون دائمة. نحتاج إلى الفقهاء في كل زمان، ولكن حركة الاجتهاد يجب أن تكون في إطار النص، مو اجتهاد في مقابل النص، لا، اجتهاد في إطار النص. هذه نقطة أيضاً يختلف فيها خط الإمام الصادق عن كل الخطوط الأخرى، ولا أستثني منها أي خط. الآخرون يقولون بالاجتهاد في قبال النص، والإمام الصادق صلوات الله عليه يقول للمجتهد أنه يجب أن يكون اجتهادك في إطار النص. في الأذان نحن نقول: حي على خير العمل. هذا منين اجى؟ هذا فعله رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله. بلال عندما كان يؤذن فوق سطح الكعبة كان يقول: حي على خير العمل. ولكن جاء رجل ويتبعه الكثيرون الآن، قال: يجب أن نحذف هذه الجملة من الأذان. إحنا ما نقول هذا الكلام، أنا الآن أعطيكم المصدر، أنتوا راجعوا. القوشجي من أكبر علماء السنة، وهو أشعري المذهب. الأشعرية الآن يكونون الخط الغالب، أو ماكو معتزلي الآن، إذا معتزلي أكو الآن على عدد الأصابع،
الخط العام يكونه الأشاعرة، هذا من كبار علماء الأشاعرة. في شرح التجريد في آخر بحث الإمامة، راجعوا الكتاب موجود، في إيران موجود، في مصر موجود، في لبنان موجود، يقول: قام رجل فوق المنبر وقال ثلاثة أشياء كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما أو عليها. من أنت في قبال رسول الله؟ من أنت في قبال الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ إذا هالشكل، إذن كل واحد يصعد فوق المنبر ويقول قال الله وأقول، وقال رسول الله وأقول، وأنا أحرمها وأعاقب عليها أولاً وثانياً وثالثاً قول حي على خير العمل في الأذان. يقول إذا الناس سمعوا أن الصلاة حي على خير العمل هلموا إلى أفضل الأعمال الصلاة، إذن بعد ما يروحون للجهاد، إحنا الآن نحتاج إلى الجهاد، فإذن نحذف هذه القطعة من الأذان. زين، النبي ما كان يفهم هذا المطلب؟ في زمان النبي ما كان جهاد وبلال كان يؤذن حي على خير العمل؟ الله ما كان يفهم هذا المطلب؟ زين، هسه الرجل اجتهد اجتهاد معين وحسابه على الله، يجب يوم القيامة أن يجيب الله على هذا الموقف. إحنا ليش نتبع في ذلك؟ نحن ما هو جوابنا أمام الله حين يقول قال النبي كذا وأنتم لم تقولوا كذا؟ لاحظوا صحيح النسائي من الصحاح المعتمد عندهم، صحاح 6-1 صحيح النسائي، يقول في الطلقات الثلاث إذا واحد قال أنت طالق ثلاثا لزوجته، هذا يقع ثلاث طلقات بحيث تحرم هذه المرأة عليه، فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول واحد في زمان النبي صلى الله عليه وآله في صحيح النسائي في باب الطلقات الثلاث، يقول واحد في زمان النبي قال طلقتك ثلاثا، فغضب النبي صلى الله عليه وآله، غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هذا لعب بكتاب الله، لأن الله عندما يقول الطلاق مرتان مو فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مو يعني يقول طلقتك ثلاثا، يعني يطلقها ويراجعه، يطلقها ويراجعه، يطلقها فتحرم عليه في المرة الثالثة. إذا واحد قال قل الله أكبر 3 مرات، أنت قلت الله أكبر 3 مرات صحيح؟ لو لازم 3 مرات تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واضح هذا المطلب، وهذا في صحيح النسائي. راجعوا صحيح مسلم في باب الطلقات الثلاث، يقول قام رجل وقال، كان هذا المطلب في زمان النبي، ولكن أنا أرى إذا واحد قال طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا يقع 3 مرات وتحرم هذه المرأة على زوجها. هذا اجتهاد في قبال الناس، إحنا ما نعتقد بهذا المسلك، يعني ديننا لا يجيز لنا الاجتهاد في قبال النص. المعلم الأول ديمومة حركة الاجتهاد، والمعلم الثاني تأطير حركة الاجتهاد. أكو هنالك معالم أخرى نؤجلها إن شاء الله لأحاديث قادمة. أكو كلمة، وهذه الكلمة أن هذا الخط الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله، الخط الفقهي، ونماه الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذا الخط يحتاج منا إلى توجه. هذا الخط بالدماء
والدموع والأعمال المرهقة وصل بأيدينا. هذا الخط الفقهي ما وصل إلينا هكذا بصعوبة، ألوف الأبرياء قتلوا، وألوف بل ملايين النساء ترملن، وملايين الأطفال أيتموا، حتى وصل إلينا هذا الفقه النقي الصحيح المطابق لما أراده الله سبحانه وتعالى من المكلفين. يحتاج إلى التفات ليكون واحد غافل عن معالم دين، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة. أكو واحد من علمائنا اسمه البراغاني، ينقل عنا رحمة الله عليه، يقول أنا حجة في يوم القيامة على كل الناس. ليش أنت حجة؟ يقول يؤتى بالرجل، ليش أنت ما تفقهت في الدين؟ يقول أنا عندي زوجة وأطفال. البراغاني يقول أنا مكان عندي زوجة وأطفال، شلون أنا تفقهت في الدين أنت ما تفقهت؟ يقول يا الله أنا كنت مريض. البراغاني يقول أنا كنت مريض. يقول أنه أنا كنت فقير. الله يقول له هذا مكان فقير. يقول أنا بدأت متأخر، الآن عمري 50 سنة، شلون أتفقه في معالم الدين؟ البراغاني يقول أنا أيضا بدأت متأخر، فأنا حجة من قبل الله على كل الخلائق. شلون هذا تمكن وأنت ما تمكنت؟ ليش تتمكن؟ ضعوا برنامج في كل يوم عند أحد العلماء أو أحد المتدينين، اقرأوا عنده المسائل الفقهية. عندما تخطر ببالك مسألة، العلماء في هذا البلد والخطباء في هذا البلد الحمد لله من أهل الفضل والعلم كثرة، اتصل تلفونيا واسأل المسألة. أكو عندنا واحد من علمائنا الكبار، هذا كان في بداية حياته بائع أكفان، يبيع كفن ويكتب القرآن على الكفن، إلى أن تجاوز 30 من عمره، 34 33 يعني، بعد مضى واحد 33 يريد يبدأ بعد ما يقدر. جاء وخطب بيت عالم من العلماء، العالم قال له ما عندي مانع ولكن بشرط أن تصل إلى المعالم. المعالم كتاب من كتبنا، من الكتب المتوسطة في الحوزة العلمية. هذا بعشق زواج تلك الفتاة راح بدأ بجامع المقدمات مثلا وكذا، إلى أن وصل للمعالم. اجى إلى ذلك العالم قال وصلت للمعالم، امتحن شاف صحيح واصل، فزوجه بنته. هذا الرجل واصل خطه، في البداية كان فكره المرأة ثم تحول فكره إلى الله سبحانه وتعالى، لله، لأجل الله. واصل واصل وتحول إلى أحد علمائنا الكبار، وكتاب عنده كتاب اسمه الرياض، رياض المسائل، كان يدرس في الحوزات العلمية حوالي 100 عام. ويقال أنه عندما وصل إلى مبحث القبلة، مبحث القبلة بحث صعب لأن في معادلات فلكية وكذا، خطوط الطول وخطوط العرض وما أشبه، فبحث صعب، هو ما كان قاري فلك وجغرافية. فراح إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقال له أنا أريد منك مبحث القبلة، أنا ما قاري والآن ما أقدر أقرأ، مبحث القبلة أنت أريده منك. الشيء اللي كتبه صاحب الرياض في مبحث القبلة وخطوط الطول والعرض والجغرافيا من أفضل ما كتب في هذا الفن كما يقوله أهل الفن، من عطاء سيد الشهداء صلوات الله عليه. من الضروري على كل واحد منا في هذه الأيام التي نعيش فيها ذكرى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن يصمم أن يواصل هذا الخط في كل يوم ولو 5 دقائق.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من العلماء الربانيين أو المتعلمين على سبيل نجاة، ولا يجعلنا من القسم الثالث الذين هم همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.